السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، ورجعنا لكم في حلقة جديدة نبدأ نعمل فيها صنف جديد مع بعض. الصنف اللي هنقدمه النهاردة يا جماعة هو الكشري على الطريقة المصرية أو الكشري المصري بتاعنا العادي، ونبدأ مع بعض نقول المكونات كده واحدة واحدة عشان الكشري إيه يعني طويل شوية، فعايزين نختصر الحلقة إن شاء الله. معانا كيلو رز، هناخد معاه ربع كيلو عدس، وهناخد معاه نص كيس شعرية، ومكرونة صغيرة نص كيلو أصغر حاجة، ومكرونه سباكيتي نص كيلو، ومعانا طبعا البصل للتقليه ده شيء اساسي هيتقلي في الزيت، ومعانا مكونات الدقه بتاعتنا توم، ومعانا فلفل رومي وفلفل حار وخل طبعا مع التوابل اللي هنحطها مع بعض وهنضربها في الخلاط وهنعملها على النار الاول، ومعانا طبعا الصلصه، صلصه طماطم شيء اساسي، والتوابل بتاعتها هتبقى ملح وكمون وكزبره ومرق الدجاج، ده بالنسبة للصلصة. والشطة شيء أساسي طبعا في الكشري، هنعمل معانا شطة أنا هستخدم فيها فلفل دراي وفلفل باودر، ممكن تستغنى عن الفلفل الدراي وتستخدموا فلفل باودر بس، بس أنا هستخدم الاتنين. ومع بعض نبدأ الحلقة كده ونقول بسم الله، نحمر البصل مع بعض. زي ما احنا شايفين أنا نزلت البصل دلوقتي في الزيت هيتقلي، والزيت اللي هيطلع من البصل ده اللي هنطبخ بيه بقيه الرز مع بعض، بقى نروح نعمل الشطه. طبعا يا جماعه دي الشطه اللي بتقدمها المحلات اللي هي الشطه الزيت، بيعملوها بشطه باودر بس، ما بيعملوهاش بشطه دراي، انا هعملها بالاثنين. معانا زيت على النار زي ما احنا شايفين كده اهو حوالي 100 مللي، ده بالنسبه كميه مناسبه للبيت قوي. ومعانا الفلفل الدراي، يسخن الزيت على النار وننزل بالشطه بالشكل ده ونقلب. انا نزلت بمقدار الشطه اللي عندي اللي هو حوالي معلقتين كبار ماشي، والفلفل الدراي، وهضيف عليهم معلقه ملح صغيره، ممكن الاستغناء عن معلقه الملح. بمجرد ما الشطه تغلي وتفور خلاص كده هنسيبها تبرد ونستخدمها في الاكل. زي ما احنا شايفين الشطه بدات تغلي، وصلت للون الاحمر ده، الزيت بقى لونه احمر والشطه طلعت على الوش والفوران ده كده، خلاص بالنسبه للشطه خلصت، هنطلعها من على النار ونركنها على جنب لحين التقديم. احنا كده بدأنا يا جماعه نسلق الحمص بتاعنا، محطوط على النار اهو هياخد وقته لغايه السوى. ومعانا ميه المكرونه، اول ما تغلي نسقط فيها المكرونه احنا يا جماعه دلوقتي بعد الحمص هنبدأ نجهز الدقه. حطينا قرنين فلفل حامي على قرنين فلفل رومي على اربع فصوص ثوم على مرق الدجاج على معلقه كمون كبيره على معلقه ملح كبيره على كوباية مية وقدهم كوباية خل. وهنضرب الحاجات دي في الخلاط ونرجع لكم تاني. ده البصل التقلية بتاع الكشري يتحمر، هنسيبه ياخد هوا شوية هيوصل لمرحلة الكريسب، نبدأ ناخد الزيت بتاعه نشتغل بيه في الكشري. ومعانا دلوقتي هناخد الدقة على النار، خدنا لوز زيت اللي حمرنا بيه البصل التقلية، هنحطه بالشكل ده في الحلة، والمكونات اللي ضربناها في الخلاط هنقلبها بالشكل ده، نسيبها مجرد ما تغلي على النار هننزلها ونقدمها مع الكشري. مية المكرونة بدأت تغلي، أنا ضفت لها الطوابل بتاعتي ملح وكركم وزيت زي ما احنا شايفين، الزيت بتاع التقلية بتاعت الكشري. وهبدأ اضيف طبعا، ضفت الكركم عشان المكرونه يبقى لونها اصفر، ابدا اضيف المكرونه بتاعتي، وطبعا اضيف بقيه المكرونه بتاعتي، هضيف المكرونه الصغيره، هضيف المكرونه السباكيتي الاعواد بقطعها على ثلاثه بالشكل ده، ونسيبها تستوي على النار ونرجع لها ان شاء الله لما تستوي. زي ما احنا شايفين يا جماعه الدقه وصلت لمرحله الغليان، شكلها بقى كده بقى بالشكل ده، ولسه هتاثر اكتر لما تتركن. طبعا الريحه ما اقولكوش، والطعم تحفه طعم المحلات بالظبط، بس اتبعوا نفس الطريقه، هنغرفها ونركنها على جنب ونشوفها مع بعض في التقديم. احنا دلوقتي يا جماعه نبدا نجهز معانا العدس. طبعا احنا خدنا زيت من اللي حمرنا بيه البصل، ده اساس الزيت اللي حمرنا بيه البصل، الزيت يسخن هنزل بالعدس بالشكل ده، ابدا افلفله كاني بعمل رز مفلفل بالظبط. معلقه كمون، ونسيبه يستوي على النار مع مكعب مرق الدجاج مع إضافة معلقة كزبرة. يا
جماعة نبدأ نعمل الصلصة بتاعت الكشري. احنا خدنا الزيت بتاع اللي حمرنا بيه البصل وعليه معلقتين ثوم كبار، وهنقليهم كده على النار شوية، وبعدين ننزل عليهم بالصلصة والتوابل. ودلوقتي يا جماعة الثوم زي ما احنا شايفين انا قليته في الزيت بتاع البصل، هنزل بالصلصة بتاعتي بالشكل ده، ننزل بالتوابل بتاعتنا اللي هي معلقة كمون ومعلقة كزبرة كبيرة ومعلقتين ملح، ننزل بالتوابل دي كلها على الصلصة ونقلبها مع إضافة خل، وهنسيبها تسبك على النار، وبعد كده نرفعها نستخدمها في الكشري. زي ما احنا شايفين يا جماعة الصلصة بتاعتنا اتسبكت، الزيت طلع على الوش اهو. انا مش عايز اكتر من كده، مش عايز اقول لكم الريحة ملهاش حل، والطعم طبعا جامد جدا، فحاجة هايلة يعني. والرز برضو بالعدس والشعرية بتاعتنا بدأ يوصل للسوى، والعدس بدأ يستوي، ونكمل طبق مع بعض ونشوف طعمه ايه. مقولكوش انا بقى على الريحة يا جدعان، بصراحة يعني طعمه جميل والريحة تحفة. ده انا بصوا واقفة مكاني كده وهاكل الحلة وانا واقفة مكاني. ده حقيقة يا جنو، تحفة يا بابا، تسلم ايدك والله. زي ما احنا شايفين يا جماعه الرز استوى اهو، وفلفل كل واحده بوحدتها. مجرد ما العدس هيستوي هدلق عليه، وابقى بكده حطيت خلطه العدس على الرز على الشعريه مع بعض. ثواني ونعمل الموضوع ده مع بعض. زي ما احنا شايفين كده الصلصه استوت خلاص، وانا طفيت عليها النار، العدس استوى خالص اهو. هنبدا نقدمه ومعانا الرز بتاع الكشري زي ما احنا شايفين مفلفل بالشكل ده، واخر حاجة الحمص، وطبعا عملنا الدقة والشطة مع بعض. نبدأ نعمل طبق كشري مع بعض. انا هبدأ اجمع طبق كشري دلوقتي. اول حاجة هنحطها الرز، وطبعا بعد الرز هنضيف المكرونة بعد الرز على طول. طبق الرز بالشكل ده، هنضيف العدس، ضفنا العدس بالشكل ده، وبعديه المكرونه. احنا ضفنا نص المكرونه، هنضيف بعد نص المكرونه الحمص بتاعنا بالشكل ده، هنضيف نص كميه الصلصه معلقه عدس صغيره على المكرونه، بعد كده معلقه حمص صغيره بالشكل ده، ونضيف في الاخر صلصة كمان. وعندنا طبق كشري جميل. دي واحدة. وبكده يا جماعة نبقى وصلنا لنهاية الحلقة. طبعا زي ما انتم شايفين مع اضافة البصل المقلي بتاعنا او التقلية او الورد زي ما بيقولوا، واضافة شوية حمص كمان على الطبق، وكده وصلنا لحته حلقه. وده الكشري بتاعنا، طبعا الشطه اختياري والدقه اختياري، وبالهنا والشفا. ولو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه وشير ولايك، والتعليقات تبقى تحت الفيديو. وبالهنا والشفا. زي ما انتم شايفين بابا يا جماعه عمل كشري جميل وهتعجبكم جدا. بصوا هو انتوا كلوه وهيعجبكم جدا. لو عجبتكم الحلقه اهو يا حبايبي، زي ما انتم شايفين اهم الكشري اتعمل وزي الفل يا جماعه. ولو عجبتكم الحلقه ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا جرس تحت في اللينك، ومع قناه الشيف مدحت اتفرج وجرب ودوق. مع السلامه. ومع السلامه.